بسم الله الرحمن الرحيم. أقرأ لكم جزءا من مشروعي، وهو كتاب صوتي. الكتاب هو بوم، ومشروعي هو لترجمة هذا الكتاب لأنه مكتوب باللغة الإنجليزية. اخترت هذا الكتاب للترجمة لأنه مكتوب بطريقة الـ XI أو XIM، وهي طريقة لتبسيط الكتاب أو تبسيط الكتابة لهذا الكتاب الذي قرأته، كتاب بوم. لذلك اخترت ترجمة هذا الكتاب، ولكن سيصدر كتاب صوتي. كل فقرة 8 دقائق، والكتاب هو 400 صفحة، والكتاب أيضا أو نظرية XI أو طريقة XIM هي الحوار مع الذكاء الاصطناعي. معروف أن الذكاء الاصطناعي هو AI، فإذا طريقة الـ XIM هي XI AI. سنتواصل مع الذكاء الاصطناعي وما هو مكتوب في الجانب الأيسر من الكتاب أو من الشاشة. وهنا كما نقرأ، كان رد الذكاء الاصطناعي والشاتنج معه عن طريق بينج براوزر، فقال: شكرا لك على مشاركة مشروعك معي، لأنه أنا كاتب باللغة الإنجليزية أو في الأحمر، في الصفحة اللي باللون الأحمر، وطبعا هو رد باللغة الإنجليزية وترجمناه حتى يتمكن قارئ الكتاب الصوتي المترجم للغة العربية من قراءة رد بينج أو رد الذكاء الاصطناعي. ثم قال: إنه أجرى بحث على الويب عن كتاب المجلة، وهو بوك أوف ماجازين، وعن طريقة الـ XI، ولكن ما وجد شيء مكتوب، فطلب مني أن أعطي له معلومات عن XIM، طريقة المؤلف في كتابة كتاب بوم. وسأل سؤال: هل هي مفاهيم تخصني؟
طبعا انا بترجم الكتاب بعد ما قرأته واخذت اذن من المؤلف، فسأل عن طريقة XIM كيف تمكن تبسط كتابة الكتب وتجعلها سهلة للقارئ. طبعا سألت سؤال آخر، إنه عندما أنتج كتاب صوتي بعد ترجمة الكتاب، لأنه صاحب الكتاب كتاب بوم لم يأذن لي أن أعمل كتاب مقروء، إنما كتاب صوتي، فلذلك عرض نصائح وأيضا سألناه عن طريقة بيع الكتب المسموعة كتاب صوتي، فأخبر أنه عبر الإنترنت هناك مواقع زي موقع شوبيفاي.com، فطبعا وفر لنا معلومات نستطيع نتصل بالكتاب الصوتي، إلا أنه سوف يتم الإعلان عن هذا الكتاب من قبل المؤلف ثم، ويكون مجانا طبعا على اليوتيوب. هنا أيضا تحول الشاتينج إلى اللغة العربية، فهنا في الصفحة يمين الصفحة يمين الشاشة باللون الأحمر مخاطبتنا للذكاء الاصطناعي، ومخاطبتي للذكاء الاصطناعي، وذكرنا له تفاصيل إنه الكتاب للـ400 صفحة سيكون 88 دقيقة، وسنجزئ كل فقرة تكون تقريبا 8 دقائق. وشكرا.